قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا أصاب الناس قحط مشكلة استسقى لهم عمر بن الخطاب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. حديث صحيح البخاري رقم كم؟ الناس اللي ما جاوبوا رقم كم؟ 1010. طيب هذا الحديث يقول عباد القبور إنه هو دليلهم على جواز التوسل بالجاه وبالذات، بذات الشخص أو بجاهه أو مكانته عند الله. قالوا لأن عمر بن الخطاب قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. ما هو الرد وما هو الجواب؟ فهمتوا السؤال يا جماعة؟ قالوا ده الدليل بتاعهم على جواز التوسل بالجاه، بجاه الأشخاص وبذواتهم وبمكانتهم عند الله وبحقهم. أن عمر قال كنا نتوسل بالنبي ولا نتوسل بعم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فقالوا ده دليلهم على جواز التوسل بالجاه. الرد شنو؟ أيوة يا باشمهندس. طيب درد صحيح. أها. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتظر. نعم. لو كان التوسل بالجاه لما قال عمر اللهم كنا نتوسل إليك بنبينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا بنبينا. لما ترك عمر التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وتوسل بالعباس. ثاني يا محمد علي. نعم. ما يلقي فيه رأس الجاه قال قوم يا عباس خذوا تنفيذ التوسل المشروع الجائز. طيب أيد كلامك يا محمد إنه العباس قام شنو؟ دعا مش كده؟ والذي نقل دعاء العباس من؟ ها؟ لا النقل دعاء العباس نص الدعاء. ابن حجر نقله عن من؟ الزبير ابن بكار في كتابه الأنساب. طيب أيوة رواية الإسماعيلي نعم رواية الإسماعيلي ليست في الصحيح، في مستخرجه على الصحيح دي المستخرجات. طيب ها ذكر بلفظ آخر، ذكر هذا الحديث بلفظ آخر يعني قال أنهم كانوا إذا قحطوا يعني استسقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيستسقي لهم. كانوا إذا قحطوا استسقوا به بالنبي عليه الصلاة والسلام فيستسقي لهم. ها قلنا عنها شنو دي؟ نعم. أن الاستسقاء يكون يعني يطلب هو على نوعين، يطلب من شخص وهو يكون من الله سبحانه وتعالى، الاستسقاء يكون من الله سبحانه وتعالى. كلام أوضح من كده؟ أيوة خالد. الاستسقاء في اللغة تعني طلب السقيا من غيره. نعم. نعم لفظ لأنه لفظة الاستسقاء لغة يا عمار.
وجاء العباس يعني الكلام ده يعني انه جاء العباس افضل من جاء النبي عليه الصلاه والسلام. لو كان الكلام اي نعم، والا يعني طالما عمر توسل بالعباس وترك التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، علمنا أنه التوسل ما كان بالجاه، صح ولا ما صح؟ لأنه جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من جاه العباس. فيستسقي لهم، قلنا ليس إسقاء لغة طلب سقي الماء من الغير للنفس أو للغير، لا تعرفونه ابن حجر العسقلاني، طلب سقي الماء من الغير للنفس أو للغير، وشرعا طلب سقي الماء من الله أها على وجه مخصوص، على وجه مخصوص يعني صيغة شنو الاستسقاء يعني المخصوصة جاءت في الشريعة في صفة الاستسقاء المخصوصة. طيب اليوم نأخذ الشبهة حول التوسل، وهي من أكبر شبهات الصوفية على الإطلاق في العالم، وهي شبهات حول حديث الضرير وقصة الضرير. الذي أخرجها الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، أخرجها من؟ الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم أيضا كالنسائي وغيرهم بسند صحيح عن عثمان ابن حنيف رضي الله عنه أن رجلا ضرير البصر، ومعنى ضرير البصر يعني أعمى، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدعو الله أن يعافيني، فقال أدعو الله أن يعافيني. قال إن شئت دعوت لك، قال إن شئت دعوت لك، وإن شئت أخرت ذاك فهو خير، وإن شئت أخرت ذاك فهو خير. وفي رواية وإن شئت صبرت فهو خير لك. فقال من القائل؟ الرجل الضرير، فقال أدعه، يعني اختار شنو يا جماعة؟ الدعاء. فقال أدعه، فأمره من الآمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه، أمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه فيصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء. إذن أمره بالوضوء والصلاة وبالدعاء. قال العلماء وذلك ليجمع له النبي صلى الله عليه وسلم بين جميع أنواع التوسل الثلاثة المشروعة. طيب ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي
يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي. اللهم فشفعه في، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. قال ففعل الرجل فبرأ، ففعل الرجل فبرأ، يعني شو فيها؟ طيب ده الحديث كتبناه كلنا يا جماعة. أنا حاولت أعمل لي براحة براحة عشان الناس تكتب. قلنا أخرجوا الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي وغيرهم. ما هي شبهة عباد القبور حول هذا الحديث؟ ما هي شبهتهم؟ قالوا هذا الحديث، دي الشبهة بتاعتهم، هذا الحديث يدل على جواز التوسل في الدعاء بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الصالحين. وبالتالي يدل الحديث على جواز دعاء غير الله والاستغاثة بغيره سبحانه وتعالى. ما هم أصلا بيجيبوا لك أحاديث التوسل ويقول لك يجوز تدعو غير الله، الدليل شنو؟ يقرأ لك الحديث. مش ده كلام عجيب يا جماعة؟ أليس هذا كلاما عجيبا؟ لأنه التوسل ده موضوع براو وهو التقرب، مش كده؟ حتى في اللغة يعني. ودعاء غير الله ده بعد من ربنا تماما، ده كفر، ده شرك. ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الله سماه كافر، كيف يكون ده توسل تقرب لله؟ هو كافر اللي بيدعو غير الله. فإذا ده موضوع عجيب جدا. ولاحظ قول الله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. أي زول مشرك وبيدعو غير الله أو بيأصل لدعاء غير الله ما عنده دليل وما عنده برهان وما عنده حجة أبدا. مش كده ما تخاف من المشرك، ما تخاف، الآية دي بتطمنك. ربنا قال لا برهان له به. بعض أهل التفسير قالوا لا برهان له به هذه تسمى صفة كاشفة. صفة شنو؟ كاشفة. لأنه أصلاً اللي بيدعو غير الله ما عنده برهان، لكن ربنا كشف لك حالهم زيادة، قال لك لا برهان له به أبداً، لا برهان لدعائه لغير الله أبداً، ما عنده برهان، ما عنده دليل. ودي أعظم فائدة نأخذها، إنه أي زول مشرك وأي زول بيدعو غير الله من هؤلاء المجرمين ما تخاف منه، لأنه الله قال ديل ما عندهم برهان، ما عندهم دليل. طيب إذن أول شبهة نرد عليها يا جماعة، الفرق بين التوسل وبين شنو؟ دعاء غير الله سبحانه وتعالى. ودي أعظم شبهة للصوفية حول مسألة التوسل. أعظم شبهة شنو؟ إنه بيقول لك أحاديث التوسل كحديث توسل عمر بدعاء العباس، أو توسل هذا الأعمى الضرير بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك ده دليلنا على إنه يجوز تقول يا شيخ فلان مدد. حس ده عنده علاقة؟ إذن دي أول شبهة أنت لابد تفكها. هو طبعا بيدخل الاحاديث دي ليه؟ لانه ربنا قال لا برهان له به، ما عنده ده برهان، ما عنده دليل. طب تذكر الايات فلا تدعوا مع الله احدا ومن اضل مما يدعو من دون الله
من لا يستجيب له الى يوم القيامه وغيره من الايات ما بيلقى دليل. بيقوم يجيب لك الدليلين ديل حديث الاعمى توسل عمر بدعاء العباس يجيب لك لانه ما عنده دليل لجواز دعاء غير الله. فيقول لك الحديثين ديل وما عندهم علاقه بدعاء غير الله. ما في علاقه يا جماعه. عمر لو كان داري يدعو غير الله كان نادى غير الله، ما قال للعباس ادعو، ادعو الله. وعمر ذاته دعا الله: اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا. خلاص. والاعمى لو كان داري يشرك بالله ويدعو غير الله ما كان اصلا من بيته جل الرسول قال له ادعو الله ان يعافيني، ادعو الله الله الله، مش قال له يا فلان مدد، قال ادعو الله يرد لي بصري. طيب، وكلامهم ده فيه اتهام عباد القبور، كلامهم ده فيه اتهام للصحابه بالشرك، صح ولا ما صح؟ لانه الحديثين القصتين في صحابه، صح ولا ما صح؟ الرجل الضرير ده صحابي، وعمر لما توسل بدعاء العباس عمر ثاني افضل الصحابه، مش كده؟ فلو قال لك ده دليلنا على جواز دعاء غير الله معناته هم قالوا الصحابه كفار، ولا ما هو كده؟ فكفروا بذلك هم ذاته اذا قالوا كده اصلا. لابد تفهم الحته ده، ده لازم خطير جدا. طيب، وفيه اتهام للنبي عليه الصلاه والسلام انه اقر الشرك. انت قال بيجيبوا الحديثين ده اللي بيجيبوا لفائده واحده بس او لضلاله واحده عندهم، مش فائده، ضلاله. انه بيقول لك يجوز دعاء غير الله. لما تقول لي بناديهم بناديهم والبرعي قال كده وداك دعا غير الله، يقول لك يا زول ده ما توصل، يجوز يديك الاحاديث. ما فاهم خطورة هذا الكلام، هذا الكلام خطورته خطورة عظيمة جدا جدا. طيب، نشوف أقوال العلماء حول هذا الحديث. ها؟ شنو؟ التوسل عرفنا لكم لغة عرفناه، شرع صح ولا ما صح؟ وشرعا عرفناه، ودعاء غير الله شرك كفر. لا، ربنا قال، ربنا قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. طيب، نشوف أقوال العلماء في هذا الحديث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهم من شبهاتهم ذاتهم، بقول لك ابن تيمية ذاته جوز التوسل في كتابه قاعدة جليلة، ودي كذبة ثانية، وبيجيبوا الحديث ده برضه بتاع الأعمى زي ما بيجيبوا حديث توسل عمر. طيب، بدعاء العباس. قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه قاعدة جليلة الصفحة 148 149، صفحة كم؟ معانا يا نبيل؟ كل الناس معانا؟ طيب، صفحة 148 149. قال: وحديث الأعمى الذي رواه الترمذي والنسائي هو من القسم الثاني من التوسل بدعائه. هو من القسم شنو يا جماعة؟ الثاني من التوسل بدعائه، صح؟ ليه؟ ابن تيمية جاب الكلام ده إنه حديث الأعمى ده توسل كان بالدعاء، ما كان بالجاه ولا بغيره. جابه من وين؟ قال، اسمع الكلام، قال: فإن الأعمى، شو الأدلة دي قوية كيف من الحديث نفسه. قال، انتبهوا للكلام ده جيدا يا جماعة، حتى لو ما كتبته، ما غلطت كتبت الصفحة واسم الكتاب، أنا دايرك تفهم. قال: فإن الأعمى قد طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له. أنا قبل مش مليتكم الحديث؟ الأعمى جاء قال شنو؟ قال: ادعو الله أن شنو؟ يعافيني. دي أول كلمة في الحديث الأعمى قال: ادعو الله أن شنو يا جماعة؟ يعافيني. ابن تيمية قال لك الدليل على إنه التوسل في الحديث من القسم الثاني اللي هو التوسل بالدعاء، قال لك: فإن الأعمى قد طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصره، فقال له: إن شئت
صبرت وإن شئت دعوت لك، فقال بل أدعو. الأعمى طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم من يدعو له في الحديث مرتين، من يطلع علينا الحديث ويأخذ جائزة في الدرس القادم يوم السبت إن شاء الله. مرتين، إذا ذكرت مرة واحدة ما عندك جائزة، لأن الجائزة كتاب والكتاب لا يتنصف. أيوة، لا لا ما بعيد السؤال، معناته أنتوا هم منتبهين أصلا. أيوة أيوة، جاء قال له أدعو الله أن يعافيني. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خيره قال له إن شئت دعوت وإن شئت شنو صبرت فهو خير لك، قال بل شنو أدعوه. يبقى في قوله بل أدعوه ده طلب، أدعو لي. وقبيل قال له أدعو الله أن يعافيني. طيب، ولحد هنا ده دليل واضح إن الموضوع ده موضوع، كان موضوع شنو يا جماعة؟ توصل بالدعاء وليس بالجاه. الكتاب الدرس القادم يوم السبت إن شاء الله من أشوفه. ها احتمال يكون كتاب حايد وبقر. طيب ها لا لا ما آخر يوم، الدورة دي ثاني بتجر لازم 10 يوم أقلش. الموضوع ده طويل، انتوا الموضوع زايد. أقلشي لا لا أقل شيء ممكن قد تزيد 10 يوم تاني غير الفات، لكن الجمعة ما في من السبت. أيوة، في شبهات كثيرة في أسماء، في الصفات، في الاستواء. موضوع ده موضوع طويل يا جماعة، ما تفتكر الموضوع صاير. طيب طيب، ف أصلا لو كان النبي عليه الصلاة والسلام الرجل ده توسل بجاهه ما كان جميل البيت، كان قاعد في البيت مشكلة. قال اللهم إني أسألك بجاه رسول الله أن ترد عليه مصر. طيب، قال فقال بل ادعو، فأمره أن يتوضأ. أمره شنو؟ أن يتوضأ. قال شيخ الإسلام فهذا توسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام وشفاعته، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول دعا له. هم بيقول لك ما دعا، جيبوا لنا وين دعا، مش هو كده؟ مش بيقولوا كده؟ طيب نوريك وين دعا. قال ابن تيمية رحمه الله ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال وشفعه في. فسأل الله أن يقبل شفاعة رسوله فيه وهو دعاؤه، لأنه أصلا الشفاعة في اللغة يعني الدعاء. طيب، الأعمى قال شفعني فيه، أول حاجة يعني شنو؟ ما قلنا الشفاعة يعني الدعاء يا بكري. أها قال شفعني فيه يعني شنو؟ لا قال شفعه فيه. طيب يعني شنو؟ أقبل دعاء منه الرسول صلى الله عليه وسلم فيني. طيب قال وشفعني فيه، أيوة اقبل دعائي يا الله في أن تقبل شفاعة رسول الله ودعاءه فيا. الإمام الألباني قال وهذا الذي لا يمكن أن حنجيها، يعني معنى كلام أن يجد له جوابا أبدا أبدا. الحتة دي بالذات شفعه فيا يعني أقبل دعاء، شفعني فيه شفعه فيه يعني أقبل دعاء الرسول فيه، دي ما مشكلة. لكن شفعني أنا فيه، كيف الأعمى يشفع على الرسول؟ والشفاعة يعني دعاء، يعني أقبل دعاء الرسول فيه. معناته الرسول دعا عليه ولا ما دعا عليه؟ دعا عليه. طيب، عشان كده دائما لما نذكر الحديث بيقطع الجزئية الأخيرة. حتى لو ذكر لك واحد محتال منا ومسمع كلامه، ده ما ذكر لك بيقوم بيذكرها كده وما بيجيب لك تاني، انت بس تمسكه الموضوع. طيب ها شفعوا فيا يعني اقبل دعاء الرسول فيه، لانه الشفاعه يعني الدعاء. شفعني فيه يعني اقبل دعائي انا للضرير الاعمى في ان تقبل شفاعه الرسول ودعاءه فيا. طيب هيجي كلام الألباني هسه بنصه، أنا نقلت لك بالمعنى لكن هيجيك الآن. طيب، قال ابن تيمية فسأل الله أن يقبل شفاعة رسوله فيه
وهو شنو دعاؤه. إذن الرسول شنو يا جماعة؟ دعا له. وهذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو قال لك ليه صيغة الدعاء ذات الدعاء الرسول ما نقلت ليه؟ المهم إنه الرسول دعا له إنه ربنا يرد له شنو؟ بصره، ما شرط، لكن نقلوا فحوى الدعاء اللي هو بيفسر الحديث كله إنه ربنا يرد له بصره، ربنا يرد له بصره، قال الرسول دعا له كده. وده ترد في الأحاديث أحيانا زي حديث شنو؟ الله يفتح، ده منو اللي قال؟ أيوه أنت عندك جائزة كتاب أكبر من بتاع وضاح، والله إن شاء الله. حديث البخاري حديث ابن عباس يدخل أمتي الجنة 70,000 بغير حساب، حديث طويل. أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت، قال فما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثناه الشعب. إلى في النهاية قال يدخل من أمتي 70,000 الجنة بغير حساب ولا عذاب، مش كده؟ قال هم الذين لا يسرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. في رواية قال فدعا له، لكن دعا قال شنو؟ فدعا له بس خلاص. فقام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله، قال سبقك بها عكاشة. طيب، وهذا الحديث ابن تيمية يقول، لأنه يوريك أنه الموضوع ده برضو في الدعاء كان بس توسل بالدعاء، قال وهذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه المستجاب. ده دليل ثاني أن العلماء كلهم فيهم من الحديث أنه كان موضوع شنو يا جماعة؟ دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه نقلوا في باب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه المستجاب. وما أصر الله ببركة دعاء من الخوارق والإبراء من العاهات، فإنه ببركة دعاء لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره. قال البيهقي، ده كله ابن تيمية بنقول فيه، قال البيهقي رويناه في كتاب الدعوات بإسناد صحيح. رويناه وين قال؟ في كتاب الدعوات بإسناد صحيح. قال الموضوع ده عند العلماء ذاته كان موضوع شنو؟ دعاء. ومما يؤكد انه عند العلماء كان موضوع دعاء حديث قلنا رواه منه احمد والترمذي وابن ماجه والنسائي وغيره. طيب، عند الترمذي جاء الحديث برقم، ده رقم الحديث ما رقم الصفحه، 3578. 3578 طيب، يلا. شارح الترمذي وهو المبارك فوري في كتابه تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي في نفس رقم الحديث اللي ذكرنا لكم، قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، ده أوريك إن العلماء كلهم حملوا عليه إنه شنو يا جماعة؟ علينا شنو يا عمار؟ توسل بماذا؟ بالدعاء. قال المبارك فوري الحق عندي أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته بمعنى التوسل بدعائه وشفاعته. قال المبارك فوري الحق عندي أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته بمعنى التوسل بدعائه وشفاعته جائز. قال التوسل يكون بتين، التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم يكون في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ده الشرط الأول. الشرط الثاني شنو؟ يكون بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام وشفاعته.
طيب قال وكذا التوسل بغيره حتى بغير الرسول من أهل الخير والصلاح في حياتهم بمعنى التوسل بدعائهم وشفاعتهم أيضا جائز. توسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم بالصالحين لكن يكون في شنو يا جماعة في حياته ما يكون ميت سلعان يمشوا لزول ميت في القبة يقول لك دار نتوسل به لا شريك هذا في حياتهم واحد اثنين شنو بيدعاهم يدعو لك يعني حتى في حياتهم ما تقول يا ربي أسألك بجاه فلان تقول فلان ده حي في حياتهم لا لا في حياتهم تقول لا ادعو لي هاي حاضر. طيب قال المبارك فوري وأما التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد مماته وكذلك التوسل بغيره من أهل الخير والصلاح بعد مماتهم فلا يجوز. مش كلام واضح الكلام ده يا جماعة؟ كلام واضح ولا ما واضح؟ واضح. هذا برضو وهابي قال فلا يجوز. مش كلام واضح؟ طيب عليك أنا تعبان شوية الليلة. طيب وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قاعدة جليلة الصفحة 202 بعدما ذكر حديث الضرير وذكر نصه قال فهذا الحديث فيه التوسل به صلى الله عليه وسلم إلى الله في الدعاء يكون بشنو يا جماعة؟ بالدعاء. وقال أيضا ابن تيمية في قاعدة جليلة صفحة 203 قال وهذا الأعمى شفع له النبي صلى الله عليه وسلم فلهذا قال في دعائه اللهم اللهم فشفعه في فعلم أنه شفع فيه ولفظه إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك فقال أدعو لي فهو طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي ويدعو هو أيضا لنفسه ويقول في دعائه اللهم فشفعه في فدل ذلك على أن معنى قوله أسألك دي الشبهة بتاعته وأتوجه إليك بنبيك محمد أي بدعائه وشفاعته كما قال عمر اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا فالحديثان معناهما واحد الحديثان معناهما واحد والكلام ده مر معنا امبارح مشكلة. طيب ولخص الشيخ الألباني أو قبل ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة جليلة صفحة 107 صفحة رقم كم 107 الكلام ده واضح لكم يا جماعة؟ ها أفهمتوا ولا ما فهمتوا؟ طيب قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وحديث الأعمى لا حجة لهم فيه يعني شبهات أمزهات الصوفية دي من زمان من زمان ابن تيمية ما جديدة ما تفتكر إنه الجماعة ديل ناس عبد المنتصر وعبد بابكر وغيرهم مشوا قروا كويت ابن تيمية وقروا الأحاديث عمرهم ما شافوها فهمت كلامي دي شيتات وبيتناقلوها من زمان من في كانوا ناس دعاة شرك قدام برضه من زمان ابن تيمية ابن تيمية شوف يرد عليهم عديد قال وحديث الأعمى لا حجة لهم فيه عندهم في حجة فإنه صريح في أنه إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته وهو طلب من النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء وقد أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول اللهم شفعه فيه
ولهذا رد الله عليه بصره لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك مما يعد من آيات النبي عليه الصلاة والسلام. ولو توسل غيره من العميان الذين لم يدعوا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال به لم تكن حالهم كحاله، صح ولا ما صح؟ لأن السر خلاص في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي الجليل الضرير، مش كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات، فلو جاء أعمى بعديه قال اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، قال لم تكن حاله كحاله، لأنه ذاك ربنا شفاه ورجع عليه بصره ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، الألباني يلخص الرد على الشبهة أو الشبهات حول هذا الحديث في 6 نقاط قوية جدا جدا، من فهمها وحفظها ووعاها لم تنطلي عليه شبهة حول هذا الحديث أبدا أبدا أبدا، وأنا واثق مما أقول. زول اللي بيحفظها ويفهمها ويعيها تمام ما تنطبق عليه شبهة. طيب، قال شيخ الألباني: والأدلة على ما نقول، يعني على أن التوسل في هذا الحديث كان توسل بشنو؟ بالدعاء. أنا ذلكم الكلام ده تحفظه صم. ذكر الشيخ الألباني في كتابه التوسل أنواعه وأحكامه للشيخ الألباني من الصفحة 67 لحد الصفحة 73، من الصفحة رقم كم؟ 67 إلى 73، مش كده؟ طيب، أولا قال أن الأعمى إنما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليدعو له. قال الألباني، قال دليلنا الأول على أن التوسل هنا كان بالدعاء وليس بالجاه أو بالذات، وإنما كان التوسل بالدعاء، قال الدليل الأول إن الأعمى إنما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليدعو له، وذلك لقوله أدعو الله أن يعافيني، صح ولا ما صح؟ صحيح ولا ما صحيح؟ الأعمى ما جاء قال له أدعو الله أن يعافيني، فده دليل إنه الأعمى جاء من هناك للرسول صلى الله عليه وسلم إنه عشان شنو يا جماعة؟ يدعو له. دليل ثاني، مجيء الأعمى من هناك صح ولا ما صح؟ لو كان داري يتوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام كان قاعد في بيته وما جاء، صح؟ طيب، مجيء الأعمى. طيب، قال الشيخ الألباني: فهو قد توسل إلى الله تعالى بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه يعلم أن دعاءه صلى الله عليه وسلم أرجى للقبول عند الله بخلاف دعاء غيره، لأنه يعلم أن وقد توسل إلى الله تعالى بدعائه صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن دعاءه صلى الله عليه وسلم أرجى للقبول عند الله بخلاف دعاء غيره، صحيح ولا ما صحيح؟ أنا دارك تفهم أول حاجة وبعد ذاك تكتب، لو ما فهمت وقفني قول لي ما فهمت، والكلام واضح مفهوم يا وضح؟ طيب، قال: ولو كان قصد الأعمى التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو جاهه أو حقه لما كان ثمت حاجة به إلى أن يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويطلب منه الدعاء له، صح؟ صحيح؟ بل كان يقعد في بيتي ويدعو ربه بأن يقول مثلا: اللهم إني أسألك بجاه نبيك ومنزلتي عندك أن تشفيني وتجعلني بصيرا، كان يقعد في البيت. ده الكلام اللي قلت لكم قبل، صحيح؟ طيب،
ثانيا الدليل الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام وعده بالدعاء، ما هو قال أدعو الله أن يعافين، النبي عليه الصلاة والسلام قال لي إن شئت صبرت فهو خير لك وإن شئت دعوت دعوت لك، صح ولا ما صح؟ طيب الرجل اختار شنو؟ الدعاء. لما اختار الدعاء لأن النبي وعده بالدعاء، صح ولا ما صح؟ قال الشيخ الألباني ثانيا أن النبي إن النبي صلى الله عليه وسلم وعده بالدعاء مع نصحه ببيان ما هو الأفضل له اللي هو شنو؟ الصبر، مش كده؟ وهو إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. فهذا يدل على أن التوسل كان بالدعاء. قلت شنو؟ أن التوسل كان بالدعاء، لأن الرسول وعد بالدعاء والأعمى اختار شنو؟ الدعاء، والرسول صلى الله عليه وسلم وعد بالدعاء، فهل يخلف الميعاد؟ يوفي، وهو أحق من وفى بالوعود والعهود. حتى نقل الترمذي من رواية رجل نسيت اسمه قال وعدت النبي عليه الصلاة والسلام أو وعدت محمدا وعدت النبي صلى الله عليه وسلم في دين لي عند جبل، هو كان داير دين من النبي عليه الصلاة والسلام، قال فنسيت الميعاد. الرجل قال أنا نسيت، مع أنه الرجل هو داير القروش من الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي بيكون حق يعني أحرص أنه يجي في الغالب منه صاحب الدين، قال أنا نسيت. قال فجاء محمد فوقف عند الجبل اللي حددنا عنده المكان والموعد، قال فتذكرت بعد 3 أيام فذهبت إلى الجبل فوجدت محمدا واقفا عنده، فقال يا عبد الله أنا هنا واقف منذ 3 ليالي أو منذ 3 ليالي، واقف 3 يوم مشايل القروش راجل زول. طيب فهو أحق من وفى بالوعود والعهود. طيب ثالثا دليل الثالث إصرار الأعمى على الدعاء. ما النبي لما خيره الأعمى مصر قال بل أدعوه، فهذا يقتضي يعني إصرار الأعمى على الدعاء يقتضي أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له، لأنه خير من وفى بما وعد. وقد شاء الأعمى الدعاء وأصر عليه، فإذا لابد أنه صلى الله عليه وسلم دعا له فثبت المراد. طيب قال وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى بدافع من رحمته، يتابع على النقطة الثالثة، وبحرص منه على أن يستجيب الله دعاءه فيه، وجهه إلى النوع الثاني من التوسل المشروع، وهو شنو؟ توسل بشنو؟ بالعمل الصالح. قال لي شنو؟ قال لي أمشي يتوضى، مش الميضة، أو أمشي يتوضى وصلي 2 ركعة، صح؟ وأدعو الله وقول هذا الدعاء، عشان يجمع له النبي عليه الصلاة والسلام بين أنواع التوسل 3. توسل بدعاء الرجل الصالح، جل النبي قال له ادعو لي الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال له امشي توضى وصلي 2 ركعة، ده توسل بالعمل الصالح. عشان كده ابن حجر، وبالذات التوسل كمان انك اذا داير حاجة من الله سبحانه وتعالى في حالة الكرب الشديد تصلي كمان لله وتدعو بعد الصلاة، ده فيه أحاديث خاصة كمان غير الأحاديث العامة في التوسل بالعمل الصالح، كحديث أصحاب الغار 3، ده يدل على جواز التوسل بالعمل الصالح عامة. لكن كونك تصلي عشان عندك حاجة وضيق وكرب شديد ربنا يقضي لك، ده فيه أحاديث خاصة كمان. مين يعرف؟ أيوه الحديث ذاته، مش كده؟ حديث ذاته بتاع الأعمى وتاني أيوه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه شيء فزع إلى الصلاة.
لكن كان أنا ذا الحديث إذا أهمك تصلي وتدعو بعد ذلك. لا أوضح ها؟ ماذا الاستخارة؟ لا أنا داير يدعو. حديث كلهم عارفينه في البخاري، لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى ابن مريم مش كده وصاحبه جريج، وذكر الثالث. الشاهد في جريج ذاته صاحب جريج لما جاء وكان يعبد الله في الصومعة، فجاءته مرة بغي وأم نادته، طبعا كان بيصلي نافلة، وأم نادته يا جريج يا جريج، فقال اللهم أمي أم صلاتي، وكان الصلاة نافلة، فأبى يجيب أمه، والصحيح إنه يقطع صلاة النافلة استجابة للوالدين، لكن الصلاة الواجبة ما بيقطع، صح ولا ما صح؟ المهم فأمه غضبت قالت اللهم لا تميته حتى تريه وجوه المميسات أو المياميس في لفظ في البخاري برضو. المهم والمميسات يعني الدعيرات والكذا والبغايا، فدعت عليه فقام ربنا صلت له مرة بغيم بغايا بن إسرائيل، جاءت لقيته في الصومعة فطلبته إلى نفسها الزنا فرفض، فذهبت فمكنت نفسها من راعي، راعي غنم أو كذا، فحملت من الراعي وجاءت إلى قومها فقالوا لمن هذا الحمل؟ قالت لجريج. لمن هذا الغلام؟ قالت لجريج العابد. فجاءوا فكسروا صومعته وربما ضربوه، والصومعة كانت من الطين، كسرها كلها. ف والمرأة شايلة الطفل، قال لهم دعوني أصلي ركعتين، فقام كبر الله أكبر، وبعد ما سلم دعا الله وقال للغلام من أبوك يا بابوس؟ بابوس يعني بابو، يعني من أبوك يا بابوس؟ فقال أبي الراعي. ابن حجر قال فيه فائدة على أن في حالة الكرب الشديد يصلي الإنسان ويدعو، صلي لك ركعتين، المهم تصلي وبعد ذلك شنو؟ تدعو الله عز وجل ربنا يفرج لك. طيب فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لي توضأ وصلي ركعتين وادعو لنفسك. قال الألباني وهذه الأعمال طاعة لله سبحانه وتعالى يقدمه بين يدي دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له، وهي تدخل في قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، أي القرب بالطاعة، هنا تقرب بالصلاة والتوضؤ والدعاء. وهكذا فلم يكتفي الرسول صلى الله عليه وسلم بدعائه للأعمى الذي وعده به، بل شغله بأعمال فيها طاعة لله سبحانه وتعالى وقربة إليه ليكون الأمر مكتملا من جميع نواحيه. قال لي أنت أدعو، والرسول دعا عليه، وقال لي أدعو يقول ربنا يقبل دعاء الرسول فيك، وتوضى وصلي ركعتين وأدعو، شغله بجميع الطاعات، وده أرجى لقبول شنو يا جماعة؟ الدعاء. طيب وأقرب إلى القبول والرضا من الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فالحادثة كلها تدور حول الدعاء كما هو ظاهر، وليس فيها ذكر شيء مما يزعمون. الأذان أذن. أذن. طيب رابعا إن في الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه للأعمى يعني أن يقول فيه اللهم فشفعه في، وهذا يستحيل حمله على التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم أو جاي أو حقه، إذ أن المعنى اللهم أقبل شفاعته في، أي أقبل دعاءه في أن ترد علي بصري، وشفاعة لغة هي الدعاء، وده ذكرنا قبيل ضمن الكلام مش كده. خامسا إن مما علم النبي عليه الصلاة والسلام الأعمى إنه فيها شنو؟ اللهم فشفعه فيه، وشفعه فيه يعني شنو؟ اقبل دعاءه فيه،
بالرابعة هاي يقبل دعاءه فيها. فإذا الموضوع كم موضوع شنو يا جماعة؟ دعاء، لأنه كلمة الشفاعة في اللغة يعني الدعاء. خامسا، إن مما علم النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى أن يقول وشفعني فيه، كلام ده كبير نحن قلناه بس الآن قاعد نرتبه، وشفعني فيه أي يعني شنو شفعني فيه؟ أقبل دعائي في أن تقبل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ودعاءه. طيب، قال الشيخ الألباني وهذا الذي لا يمكن أن يفهم من هذه الجملة سواه أبدا، ولهذا ترى المخالفين يتجاهلونها ولا يتعرضون لها من قريب أو بعيد، لأنها تنسف بنيانهم من القواعد وتجتثه من الجذور، وإذا سمعوها رأيتهم ينظرون إليك نظر المغشي عليه. ذلك أن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأعمى مفهومة، ولكن شفاعة الأعمى في الرسول كيف تكون؟ لا جواب لذلك عندهم البتة. فهمتوا الحتة يا جماعة؟ طيب، سادسا، إن هذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وده يوافق كلامنا قبل كلامنا يا جماعة ابن تيمية. خلاص، هذا الحديث ذكره العلماء، ده الآن الألباني يقول كده برضو، ذكره العلماء في معجزات النبي عليه الصلاة والسلام ودعاء المستجاب، وما أظهر الله ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات. ولذلك رواه المصنفون في دلائل النبوة كالبيهقي وغيره، فهذا يدل على أن السر في شفاء الأعمى إنما هو دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، انتهينا من الكلام عن الشبهات حول الحديث، لكن هناك زيادتان ضعيفتان لحديث الأعمى لابد نبين ضعفه، ودي الشبهة اللي هم بيتمسكوا بها. خلاص، وعنده روايات برضو ضعيفة، ودي المسألة المهمة اللابد تحفظوها جيدا وتفهموها جيدا. الزيادة الأولى لحديث الأعمى وهي ضعيفة هي زيادة حماد بن سلمة رحمه الله، قال حدثنا أبو جعفر الخطمي فساق نفس الإسناد بتاع الرواية الجبيل ذات الصحيحة، وديك رواية شعبة، الرواية الصحيحة بتاعت حديث الأعمى ذكر الترمذي والإمام أحمد وغير شرحناها قبل شوية دي طويلة، دي رواية شعبة، لكن الزيادة دي من رواية زيادة من يا جماعة حماد ابن سلمة، والحديث الصحيح من رواية منه شعبة. أحفظ لي الكلام ده سهل جدا، بس انتبه. طيب، الزيادة شنو ذاتها هي اللي فيها إشكال؟ ساق نفس الحديث لكن في آخره دي الزيادة، قال وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك، رواه أبو بكر بن أبي خيثمة في تاريخه، فقال حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا حماد بن سلمة وساق الإسناد. خلاص، ابن أبي خيثمة في تاريخه رواه هناك، فقال حدثنا مسلم ابن إبراهيم حدثنا حماد ابن سلمة وساق الإسناد. إذن الزيادة زيادة من يا جماعة حماد ابن سلمة. قال له وإن كانت دي الزيادة حاجة فافعل مثل ذلك. أيوة، هم قالوا معنى الزيادة دي معناته ما إلا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو له ولا شرط يجيه، قالوا لأن الرسول قال لي إن كانت لك أي حاجة ثاني شو أفعل برا، قول أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجه إلى آخره، يعني في أي اتجاه ثاني تقول. طيب، هذه الزيادة أعلها شيخ الإسلام ابن تيمية في القاعدة، في قاعدة جليلة
بعلة كافية في إسقاط هذه الزيادة. العلة شنو؟ هي تفرد حماد بن سلمة بها، تفرد. نقل الألباني عن ابن تيمية في كتاب التوسل الصفحة 80-82، لكن ابن تيمية في القاعدة الجليلة بس ما مذكر الصفحة. طيب المهم نقل الألباني قال ده موجود في قاعدة جليلة. العلة تفرد حماد بن سلمة بهذه الزيادة ومخالفته لرواية شعبة. ومخالفته لرواية شعبة. طيب والقاعدة الحديثية تقول إن دي قاعدة حديثية ذكر الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر إن زيادة الثقة مقبولة. حماد بن سلمة ثقة مش كده؟ زيادة الثقة مقبولة بشرط ألا تقع منافية لمن هو أوثق منه. زيادة الثقة مقبولة بشرط شنو؟ بشرط ألا تقع منافية لمن هو أوثق منه. فإن خولف يعني بقت منافية، فإن خولف بأرجح فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله يعني المرجوح يقال له يا جماعة الشاذ، ومقابله يقال له الشاذ. طيب القاعدة دي ذكر ابن حجر في كتابه نخبة الفكر. طيب الزيادة قلنا زيادة الثقة مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. فإن خولف بأرجح فالراجح يسمى شنو؟ المحفوظ. والضد يقال له شنو؟ المرجوح يقال له الشاذ. طيب شعبة قال شيخ الإسلام ابن تيمية شعبة أوثق من حماد بن سلمة، وده تلقاه في كتب الحديث، تلقاه في كتاب تقريب التهذيب لابن حجر. لما تقرأ ترجمة شعبة وتقرأ ترجمة حماد بن سلمة شعبة شنو يا جماعة؟ أوثق. وابن تيمية ذكر لك الكلام ده ما تحتاج تتعب كثير. فشعبة أوثق من حماد، بل قال ابن تيمية عليه رحمة الله شعبة هو أجل من روى هذا الحديث. أجل راوي لهذا الحديث هو منه شعبة. إذن هذه الزيادة ما لها يا جماعة؟ لأنه من رواية حماد بن سلمة خلاص، وقد خالفه من هو أوثق منه وهو شعبة. إذن هذه الزيادة يسموها شنو؟ شاذة. والشاذة قسم من أقسام الحديث الضعيف، هي ضعيفة. طيب في شبهة هنا جاب الغماري، والغماري ده صوفي المقصود هنا، في كتاب المصباح صفحة رقم 30 شبهة حديثية. قال الغماري بأن حماد ابن سلمة ثقة من رجال الصحيح وزيادة الثقة مقبولة. هو جاب الزيادة دي ذاتها عشان أصل بها للشرك بالله، وقال دي زيادة جاب حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة ثقة،
وزيادة الثقة ماله مقبولة. والكلام ده صح ولا ما صح؟ لحد هنا صح، إنه حماد بن سلمة إحنا قلنا صيغة صح، وزيادة الثقة مقبولة. لكن نرد كيف؟ أيوة، زيادة الثقة مقبولة لكن بشرط ما لم تخالف من هو شنو؟ ما لم يخالف هذه الصيغة من هو أوثق منه. القاعدة ذكرها منه ابن حجر. فهمتوا الحتة دي؟ كده الشبهة حتى بتاعت شيخهم ذاته اللي بيعصل لهم من برا السودان اتدمرت. فهمتوا الحتة دي؟ طيب المصباح صفحة 30، ونقل عنه الألباني في كتاب التوسل ذاته، ورد عليه نفس الرد نفسه. قال الشيخ الألباني: ولو صحت هذه الزيادة لم تكن دليلا على جواز التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم أو جاهي، حتى لو قال قلنا صحيح ذاته عشان ما يتعبوا كثير. ليه؟ قال: لاحتمال أن يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك، يعني من إتيانه إليه صلى الله عليه وسلم في حال حياتي، صح ولا ما صح؟ وهذا واضح يعني في حال حياتي، وطلب الدعاء منه والتوسل بدعائه والتوضؤ والصلاة والدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، والله أعلم. مش كلام قوي يا جماعة؟ نعم. إذن عندك ردين: تضعيف هذه الزيادة، نمرة اثنين شنو؟ لو صحت ذات النبي صلى الله عليه وسلم قال ليش في زيادة ذات العاملين بها جوطة النازل، قال له وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك، صح ولا ما صح؟ هو فعل شنو الأعمى؟ جل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ادعو لي، خلاص ثاني تعال ندعو لك. ده معنى الكلام يعني. طيب الزيادة الثانية دي فيها كلام كثير جدا، دينا خليها الدرس الجاي إن شاء الله، عشان انتوا لازم يكونوا تعبتوا والذهن ذاته عشان يستوعبها، نخليها الدرس الجاي مستبد. انا ما عندي مشكله، لكن دايركم تستوعبوا الحاجه وتحفظوها، ما اقدر اكثر. ولا رايكم شنو؟ باقي 4 دقائق للصلاه. كويس، قول. الأشاعرة، لا لا، هم قالوا بن تزبل أبو الحسن الأشعري، والحسن الأشعري هو وضع لهم المنهج في البداية، ولكن تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى ورجع إلى منهج على السنة، وألف كتاب اتبرى فيه من منهج القديم وبين فيه منهج على السنة والجماعة، واسم الكتاب شنو؟ الإبان. خلاص، ده الموضوع. ديل قام مسكوا منهج شنو القديم وزادوا له كفر وشرك ذاته، خلاص، وقالوا احنا اشاعر، هو سيد المذهب خلاه. اما اللي بيقولوا الان احنا اشاعر، ديل هم صوفيه وبيصلوا للشرك وبيصلوا للبدع وللكفريات. لا، ابن حجر ما صوفي، ابن حجر رد على صوفية باسمه عدي. وصية القحطاني: بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.